بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إزايكم يا أحلى مشتركين؟ أنا سعيدة جدا بيكم وفرحانة قوي قوي بكمية الناس اللي اشتركوا في القناة وعملوا سبسكرايب، وسعيدة جدا بتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرح قلبي وبتسعدني جدا. يعني بجد جزاكم الله خيرا ومش عارفة أشكركم إزاي. النهاردة بقى أنا هكلمكم عن حاجة مهمة جدا خاصة بالتجميل. بالنسبة للكريمات والماسكات اللي احنا بنستخدمها للبشرة، في حاجة مهمة لازم نعملها قبل ما نستخدم الكريمات والماسكات دي لا تقل أهمية عن استخدام الكريمات، ألا وهي بقى تقشير البشرة وتنقيتها وفك الجلد وإزالة الجلد الميت. البشرة جاهزة للاستخدام وأي مصيد. خطوة دي مهمة لازم تعرفوها كويس قوي، مش هنستخدم المسكات كده وخلاص، لأ لازم نعمل الخطوة دي. طيب هنعملها ازاي؟ طبعا باستخدام حاجة اسمها الحمام المغربي، طبعا كلنا عارفينه أو على الأقل سمعنا عنه لو احنا بنوتات صغيرات يعني أو صغيرين. في الحمام المغربي بنستخدم صابون مغربي وبيكون لونه أسمر تقريبا أو مايل للسمار، هوريكم صورته. وكمان بنستخدم الليفة المغربية، ودي مهمة جدا جدا لأنها خشنة وبنزيل بيها الجلد الميت. خصائص بقى وفوائد الصابون الأسود المغربي. الصابون المغربي ده بيزيل الجلد الميت اللي بيكون السطح الخارجي الخشن والجاف. اللي بيعمل الصابون المغربي على تنظيف البشرة بعمق عن طريق إزالة السموم وخلايا الجلد الميتة، وده بيخلي البشرة أكتر ليونة ونعومة. تقشير البشرة بقى بالصابون المغربي بيعزز الدورة الدموية الليمفاوية وبيحرك الدم حوالين البشرة وبيجدد البشرة باستمرار، وكمان بيغذيها لأن الدم طبعا محمل بالعناصر الغذائية اللي احنا بناكلها، تمام؟ فبالتالي بيجدد البشرة وبيغذيها. بيتميز بقى الصابون المغربي ده بخواص مضادة للميكروبات، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين إيه. ده موجود في الصابون المغربي وهقول لكم على مكوناته لكن في فيديو تاني علشان ما طولش عليكم الفيديو ده. ينصح بقى باستخدام الصابون المغربي علشان يخفف حكة الظهر الناتجة من انسداد المسام بسبب زيوت البشرة والجلد الميت اللي بتتراكم في الظهر ونتيجة العرق وكل الكلام ده. الصابون المغربي حل مثالي للحد من نمو الشعر على الجسم لأنه بيقلل جدا من ظهوره. فرك الجلد بانتظام باستخدام الصابون المغربي بيخلي الجلد على استعداد تام عشان يستوعب أفضل العلاجات البشرة المختلفة زي الترطيب والمسكات ومسكات التغذية والكريمات زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. أثناء الاستحمام بقى دلكي جسمك بالصابون المغربي وبعدين اشطفي الصابون من على الجسم بالمية لفترة، واستخدمي اللوفة المغربية الخاصة أو قفاز الاستحمام المغربي الخاص عشان تفركي الجسم بقوة علشان يتخلص من الخلايا الميتة وتنظفي البشرة، ويفضل بقى تكرار استخدامه أسبوعياً. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومة الخفيفة دي، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومنتظراكم زي ما انتوا بتنتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shake it, baby.